حامل معي المودة والصداقة. السابعة صباحا بتوقيت بيروت، اهلا بكم الى الصباحية من المستقبل وفيها. مهم انه نلاقي قانون انتخابات جديد. الحريري يؤكد على اهمية الوصول الى قانون جديد للانتخاب، وعون يقول ما نطرحه بشأن قانون الانتخاب لا يخرج عن الطائف. الهدف واضح، اتهام رئيس مجلس الوزراء بين مزدوجين السني بالتخلي عن صلاحيات. بالوثائق والمستندات، حمود يفند مزاعم الحملة ضد الرئيس الحريري بالتخلي عن صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء. الجيش الحر يسيطر على مواقع جديدة في مدينة الباب، والمعارضة تشكل وفدا موحدا إلى مفاوضات جنيف 4. صباح الخير. أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من بشري أن الحكومة تتابع عملها، وأضاف المهم أن نصل إلى قانون جديد للانتخابات. إلى بشري وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يرافقه النائب عقاب صقر لتقديم واجب العزاء بوفاة والدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. الرئيس الحريري الذي استقبل المعزين إلى جانب رئيس حزب القوات أكد أن الحكومة تتابع عملها، والمهم أن نصل إلى قانون جديد للانتخابات. جينا نعزي الحكيم من فقيده، وأكيد هذا يعني صار للحكيم كبير، وجيت وسيب بهاللحظة، وإن شاء الله يعني نحن بالنسبة لبنان عم نكمل شغلنا بالحكومة ومع فخامة الرئيس وكل هيدا. قانون الانتخاب شغالين. شكرا. هل صار الداهمة ب21 شباط؟ إن شاء الله يعني ما في شيء بداهمنا، المهم إنه نلاقي قانون انتخابات جديد. شكرا. في قانون انتخاب جديد دولت رئيس؟ وكانت الوفود الشعبية والشخصيات السياسية حضرت لليوم الثاني لتقديم التعازي لجعجع بوفاة والدته. بالوثائق، رد الناطق باسم مكتب الرئيس الحريري المستشار الإعلامي هاني حمود على المزاعم التي انتشرت مؤخرا، والتي تتهم الرئيس سعد الحريري بالتخلي عن صلاحياته لأنه فوض كجميع رؤساء مجلس الوزراء السابقين مدير عام رئاسة الجمهورية بتوقيع بعض المسائل الإدارية في قصر بعبدة. وأكد حمود أن مروجي هذه الحملة إما لا يعرفون مضمون الدستور وإما يتقصدون الافتراء، وهنا تكمن المصيبة العظمى. خلال الأيام الماضية انتشرت عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مزاعم تتحدث عن تخلي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن صلاحياته، الأمر الذي استدعى توضيحا وردا بالوقائع والوثائق من الناطق باسم مكتب الرئيس الحريري المستشار الإعلامي هاني حمود، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في بيت الوسط. هيدي حملة على الرئيس الشهيد رفيق الحريري اللي وقع قرار إعطاء تفويض دائم إلى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء العميد سالم أبو ظاهر ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. هذه الحملة على الرئيس المرحوم عمر كرامي يلي وقع قرار إعطاء تفويض إلى مدير عام رئاسة الجمهورية العميد سالم أبو ظاهر ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. هذه الحملة على الرئيس نجيب ميقاتي يلي وقع مرتين قرار إعطاء تفويض دائم إلى مدير عام رئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. إعطاء تفويض دائم إلى مدير عام رئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. هيدي حملة على الرئيس فؤاد السنيورة، إعطاء تفويض دائم إلى مدير عام رئاسة الجمهورية السفير ناجي أبي عاصي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. وهيدي حملة على الرئيس دولة الرئيس تمام سليم يلي وقع إعطاء تفويض دائم إلى مدير عام رئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. الواضح من كل هالقرارات انه ما حدا من الرؤساء المذكورين عم يتخلى عن صلاحيات دستوريه.
عم بيفوضوا صلاحيات إدارية مثل إجازات الموظفين بالقصر الجمهوري، مثل إجراءات مسلكية بحق موظفين إذا لا سمح الله أخطأوا، ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية، يعني تسهيل العمل ضمن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. الصلاحيات الدستورية ما حدا في يتخلى عنها لا حدا. حمود لفت إلى أن هنالك عملا إداريا لرئيس مجلس الوزراء يتطلب توقيع معاملات إدارية بالإضافة إلى صلاحياته الدستورية. يلي واقفين وراء هالحملات إذا كانوا ما بيعرفوا الفرق بين الصلاحيات الإدارية والصلاحيات الدستورية، وما بيعرفوا أنه كل رؤساء مجلس وزراء وعلى رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري يلي بعد كم يوم الذكرى 12 لاستشهاده، ويلي كان من أشد المتمسكين بتطبيق الدستور وبالطائف، إذا كانوا الواقفين وراء الحملات ما بيعرفوا كل هالشيء، هيدي مصيبة، لأنه هيدا أمر بيرسم علامات استفهام كتير كبيرة على أهليتهم لا يتعاطوا بالشأن السياسي ولإدارة الشأن العام. أما إذا كانوا عارفين ومصرين على الكذب وعلى الافتراء فالمصيبة أعظم. الهدف واضح، اتهام رئيس مجلس الوزراء بين مزدوجين السني بالتخلي عن صلاحيات واستثمار انتخابي، فينا نقول إذا هن مفكرين أنه عم يشتغلوا انتخابات كتير مبكرين. يعني المستشار الإعلامي للحريري نصح مروجي الحملات الطائفية أن يبدأوا بقراءة الدستور جيدا. من بعبدة أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن ما يطرحه فيما خص قانون الانتخاب لا يخرج عن اتفاق الطائف، ويسمح للأقليات بأن تتمثل في مجلس النواب، مما يساعد على الوصول إلى استقرار سياسي وأمني واقتصادي. أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن ما من أحد يريد إلغاء أحد، وغايتنا ليست في هذا الاتجاه، والمسألة ليست قائمة على العددية. وقال ما نعمل له فيما خص قانون الانتخابات النيابية هو تمكين الأقليات بأن تتمثل. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا من الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة وزير شؤون المهجرين الأمير طلال إرسلان، الذي عرض لموقف الحزب من قانون الانتخابات الذي يقوم على أساس النسبية العادلة. وعرض الوزير إرسلان مطولا الأسباب التي تدفع حزبه ومن يمثل داخل الطائفة الدرزية إلى اتخاذ هذا الموقف. نحن مش عم نطلع برات الطائف، بيتهمونا برات الطائف. الطائف ينص بالوثيقة الوفاق الوطني على قانون يحترم قواعد العيش المشترك ويؤمن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني وفعالية هذا التمثيل. لأن سمعنا كلام بيجرحنا نحن من ناحية أنه كأنه نحن زي ما عملنا ناكل لحم البشر، بينما هي قصة مش هيك أبدا. نحن عم نشتغل على أساس نسمح للأقليات تتمثل، سواء كانت الأقلية الطائفة أو كانت أقلية بقلب الطائفة. هيدي العدالة اللي نحن بنفهمها، ما حدا بده يلغي حدا، عم نقولها بصوت عالي ولا غايتنا هيك. إرسلان أكد أن القانون النسبي يحقق عدالة وصحة التمثيل، والحوار يكون على شكل الدوائر، كما أنه يؤمن للدروز 8 نواب من دون تحالفات. ما لح نقبل أنه مطرقة وسدان الستين يحطونا تجاه أمر واقعي. تتفضل القوى السياسية جميعا تتحمل مسؤولياتها. الذي يرفض قانون الستين فعلا وليس قولا عليه أن يتحمل مسؤوليته لإخراج قانون انتخاب عصري وحديث يراعي صحة وعدالة التمثيل بين اللبنانيين. نحن أولويتنا بأي قانون انتخاب، سنخوض الانتخابات بالاتفاق نحن وليد بيك جنبلاط. الرئيس عون استقبل وفدا من الأمانة العامة لتيار المستقبل برئاسة الأمين العام أحمد الحريري على رأس وفد، وتطرق البحث إلى الأوضاع العامة في البلاد. ووجه الوفد دعوة لرئيس الجمهورية للمشاركة في الاحتفال بالذكرى 12 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري الذي سيقام في البيال. تتكثف الاتصالات واللقاءات المخصصة لإنتاج قانون جديد للانتخاب وسط تكهنات عن موقف تيار المستقبل، الذي أوضحه لتلفزيون المستقبل النائب عقاب صقر. التقرير لربيع شنطف.
كثيرة هي السيناريوهات التي تكتب في بعض الوسائل الإعلامية عن موقف تيار المستقبل بشأن قانون الانتخاب، والغريب أن كل سيناريو يبدو مناقضا للآخر، إلى أن وصل البعض إلى حد افتراض أن المستقبل قد قبل بالنسبية الكاملة. كل التسريبات اللي عم تطلع عن تيار المستقبل، عن التخلي وعن النسبية وعن أنه سيردخل القوانين اللي طلبها حزب الله، كلها مجرد يعني مجموعة شائعات عارية عن الصحة تماما. كل ما في الأمر أنه تيار المستقبل عم يطرح معايير لقانون الانتخاب بتراعي هواجس كل الأطراف وبتأدي لقانون متوازن يكفل العدالة لدى الجميع في التمثيل، وهيدي المعايير بعتقد نلتقي فيها مع النائب وليد جنبلاط، نلتقي فيها مع رئيس الجمهورية، نلتقي فيها مع رئيس بري، مع معظم القوى بالبلد. ولكن في البعض يريد أن يشوش، شو ما عمل المستقبل بده يشوش، لأنه الهدف هو ضرب واستهداف تيار المستقبل كتيار اعتدال بالبلد. مختلط انتهى ولا ممكن كمان يكون؟ المختلط موجود وكل القوانين المطروحة موجودة على الطاولة، عم يتم التنسيق فيما بينه. قبل 21 من الجاري من المفترض أن تدعى الهيئات الناخبة، وحتى الساعة لم يتم التوصل إلى الاتفاق على صيغة قانون جديد، ما يضع المواطنين في حيرة من أمرهم. ما في خوف من الفراغ، وبعتقد أنه رئيس الجمهورية حريص على إنجاح عهده، والفراغ سيضر بعهد فخامة رئيس الجمهورية كما يضر بالبلد وبكل مسيرة اللي انطلقت منذ انتخاب رئيس الجمهورية. فأنا لست متخوف من الفراغ، وبعتقد سنصل إلى قانون عاجلا أم آجلا. ويبقى السؤال، هل الاجتماعات المكثفة التي تجرى بعيدا من الأضواء بين مختلف الأطراف سوف تنتج قانونا جديدا؟ أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أنه من الضروري أن يكون قانون الانتخاب قائما على اتفاق الطائف الواجب استكمال تطبيقه. ميقاتي وخلال مؤتمر صحفي اعتبر أن النظام النسبي يعبر عن الديمقراطية الصحيحة لأي مجتمع. المشروع مقترح من قبلنا بيعتمد النظام النسبي مع اللوائح المكتملة المفتوحة. هون كمان بهالموضوع بمكن الأقليات سياسية كانت أم طائفية من أن تتمثل في المجلس النيابي وتأمين الشراكة في الحكم بين مختلف القوى. اعتمدنا الصوت التفضيلي وأعطينا حق لكل واحد يختار صوتين تفضيليين حسب الترتيب. أنا شخصيا عم بعد لائحتي الخاصة اللي مع أشخاص عم بختارهم بيناسبوا بعتقد أنه بيناسبوا الوقت الحاضر، ذهنية أهل طرابلس ومطالب أهل طرابلس. أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تطرق فيه إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الإقليمي والدعم المطلوب من المجتمع الدولي لمخططات النهوض الاقتصادي للحكومة والمقاربة التي تعتمدها لمواجهة أعباء النزوح السوري على لبنان واقتصاده وبناه التحتية. في النشط بعد الفاصل، أحمد الحريري مكرما عند اتحاد العشائر العربية في البقاع. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال استقباله عدد من زوار بيت الوسط أن إقرار قانون جديد للانتخابات يشكل ميزة ديمقراطية للبنان. طمأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بأن الاتصالات بشأن قانون الانتخاب مستمرة، آملا أن ينجز قريبا، خاصة وأنه يشكل ميزة ديمقراطية للبنان. كلام الرئيس الحريري جاء خلال لقائه في بيت الوسط وفدا من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية برئاسة محمد شاهين، حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. حصل توجيهات من دولة الرئيس تجاهنا وحول العلاقات اللبنانية السعودية والتي المستجد بها زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وما توجهت به الدولة حكومة خادم الحرمين لدعم لبنان و مساعدته اقتصاديا وسياحيا وخلاف ذلك.
الرئيس الحريري التقى أيضا المفوض العام لوكالة الأنروا وعرض معه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. طلبنا من الرئيس الحريري دعمه وتوجيهاته حيال الجهود المستمرة المبذولة لتحريك مسألة الاحتياجات المالية للأنروا بشكل عام، خاصة هنا في لبنان، وخصوصا ما يتعلق منها بإعادة إعمار مخيم نهر البارد الذي يبقى أولوية كبرى. الرئيس الحريري استقبل سفير سويسرا في لبنان وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، كما التقى النائب السويدي اللبناني الأصل روجيه حداد. لفت رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط عبر تغريدة عبر تويتر إلى أن بعض المذكرات الإدارية وبعض التصريحات أصبحت لا تبالي بالدستور، فلا بد من الانتباه. وقال في تغريدة أخرى: لا يبقى من الطائف إلا العنوان والمظهر، لكن الحوار يبقى الأساس فوق كل اعتبار. أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري البقاء في السراء والضراء إلى جانب الرئيس سعد الحريري. في الذكرى 12 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، سنبقى مع الرئيس سعد الحريري في السراء والضراء. الكلام لأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري خلال غداء تكريمي أقامه على شرفه رئيس اتحاد العشائر العربية في لبنان الشيخ جاسم العسكر في بلدة القادرية في البقاع الغربي. حضره مفتي زحل والبقاع الشيخ خليل الميس ومشايخ ووجهاء العشائر العربية، إضافة إلى شخصية سياسية ودينية ورؤساء بلديات المنطقة. بعيد الذكرى بدنا نرجع نأكد نحن وياكم ونقول له للشيخ سعد انه بدنا نضلنا واقفين معك بالسراء والضراء. انت اللي عم بتقوم بالمبادرة تلو المبادرة، وهمك واحد هو البلد، هو الوطن، هو الاستقرار، هو انه ما يصير بلبنان مثل ما عم بيصير حوله منه بكل من سوريا والعراق واليمن. كما خاطب الحريري العشائر بالقول ان موضوع الانتماء للوطن محسوم، لان الوطن يكبر بان لديه اناس مثلكم، ويكبر اذا انتمى له الصادقون والمخلصون والشجعان من امثال ابناء العشائر العربية. وخسئ كل مين بيسميكم مجنسين عشانه انتو لبنانيين قبل انا، وانتو لبنانيين قبل اي واحد موجود فينا هون. انتو ناس دفعتوا دم وحملتوا سلاح دفاعا عن هذا الوطن، حميتوا الأجهزة الأمنية والجيش. بدوره أكد المفتي الميس أن الجنسية من حق العشائر العربية، فيما استعرض صاحب الدعوة واقع العشائر العربية لجهة الحرمان الذي تعيشه مناطقهم وسياسة التهميش التي تطالهم، مؤكدا أن وقوف العشائر مع نهج ومشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو وقوف مع مشروع الدولة. تعرفون يا قوم أن الشهيد رفيق الحريري كان في طريقه، وتعرفون كم بذل لتصحيح المسار وكسب الجنسية التي تستحقونها أنتم وأمثالكم. نعم أرادكم أن تنتموا إلى التراب فجعلوا التراب فوق الجسد. مبارك التراب الذي يحتضن ذلك الجسد. العشائر العربية في لبنان سيكون لها عدة مرشحين على مساحة لبنان لكي نكون شركاء في صناعة القرار السياسي. ونود التأكيد أن العشائر العربية في لبنان كانت إلى جانب مشروع الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، ونتمنى من حامل الأمانة دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري إنصافنا بالتمثيل لنكمل المسيرة معا. الحريري رد بدوره على مطالب العشائر واعدا بالعمل على تحقيقها، ودعا اتحاد العشائر العربية إلى تنظيم مؤتمر بالتعاون مع تيار المستقبل وبمشاركة ممثلين عن كل الوزارات المعنية لطرح المشاكل والبحث عن الحلول القانونية لها. كما وعد باستحداث منسقيات للعشائر في تيار المستقبل، وبأن يكون لهم منسق عام وممثل في المكتب التنفيذي للتيار.
دعا تيار المستقبل إلى أوسع مشاركة في مهرجان الإقلاعات اللع دعما لتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في الإقلاعات. دعا تيار المستقبل في عكار جمهوره وأنصاره وكوادره إلى أوسع مشاركة في المهرجان الشعبي الذي ينظمه الحراك المدني بالتعاون مع اتحاد بلديات السهل دعما لتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في الإقلاعات تحت شعار الإقلاعات اللع. وأكد التيار في بيان أن تشغيل المطار هو حق لعكار وأهلها نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والأمنية، مشددا على أن هذا الحق لا يجوز تجاهله بعد اليوم من قبل الدولة اللبنانية المطالبة بالمبادرة سريعا إلى تصحيح الخلل الإنمائي اللاحق بعكار وإعطاء أهلها حقوقهم البديهية أسوة بباقي اللبنانيين. وجزم تيار المستقبل أن ما يطالب به أهالي عكار من مطالب إنمائية هي حقوق مكتسبة لا منة لأحد فيها عليهم، مؤكدا أنه لم ولن يوفر يوما أي جهد في العمل مع كل العكاريين لمواجهة كل التحديات وتذليل كل العوائق وإسقاط كل الذرائع التي يتلطى خلفها البعض لمنع الإنماء عن عكار أو تقنينه. المستقبل ختم بيانه بالتجديد على أن صرخة أهالي عكار يوم الأحد المقبل هي برسم العهد الجديد الذي نأمل أن يصغي إلى وجع عكار جيدا، خصوصا وأن العكاريين كما كل اللبنانيين يستبشرون من هذا العهد كل الخير بقيادة رئيس الجمهورية ميشيل عون، ويأملون من هذه الحكومة التي يرأسها الرئيس سعد الحريري والحكومات التي ستتوالى أن تكون فعلا حكومات استعادة ثقة عكار بالدولة، وأن يكون العهد الجديد عهد إعادة الدولة إلى عكار. بدوره دعا عضو كتلة المستقبل النائب رياض رحال المعنيين والمسؤولين كافة للعمل سريعا لاتخاذ كل ما يلزم كي يبدأ العمل فورا بمطار الإقلاعات. رحال وفي بيان أكد أن لجنة الأشغال النيابية درست بشكل موسع ومشبع المشروع وقدرت كلفة البنى التحتية والتجهيزات والأبنية بحوالي 150 مليون دولار، ولكن حتى الآن لم يتخذ القرار بتشغيله. وأضاف رحال: لقد بات من الملح والضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يتخذ القرار فورا بفتح مطار الإقلاعات وتشغيله نظرا لأهمية وجود مطار. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. قوات الشرعية اليابانية تحكم قبضتها بالكامل على مدينة المخا. أهلا بكم من جديد. سيطر الجيش السوري الحر على مواقع جديدة داخل مدينة الباب، فيما ارتكب النظام السوري مجزرة في حي الوعر بريف حمص هي الثانية في أقل من 24 ساعة. سياسيا، اتفقت المعارضة السورية على تشكيل وفد موحد إلى مفاوضات جنيف 4 على أن تعلن أسماء أعضاء الوفد في ختام الاجتماعات الموسعة للمعارضة في الرياض. من جهته، توقع وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي مع المبعوث الأممي إلى سوريا توقع أن تسفر الجولة القادمة من محادثات السلام السورية عن نتائج مخيبة للأمال في ظل موقف النظام السوري، وأضاف إن انتهاكات الهدنة مصدرها قوات النظام، مؤكدا أن نظام الأسد يواصل منع إدخال المساعدات للسوريين. وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز علاقة بلاده بالولايات المتحدة الأمريكية بالاستراتيجية، مشددا على أنه لن ينجح من يحاول أن يزرع إسفينا بين الدولتين. تصريحات ولي العهد جاءت عقب تسليمه من قبل مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA مايكل بومبيو ميدالية جورج تينت في الرياض بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. واعتبر ولي العهد أن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنيا وفكريا وماليا وإعلاميا وعسكريا. في اليمن، استمرت الاحتفالات بالانتصار الكبير الذي حققته قوات الحكومة الشرعية بسيطرتها على كامل مدينة المخا وإلقاء القبض على 20 من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح كانت مختبئة في المنازل. وبينما تواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش نزع الألغام والأجسام المتفجرة في المنطقة المحررة، بدأت عناصر الجيش التحضير للتقدم نحو معسكر خالد بن الوليد شرقي المخا وميناء الحديدة على امتداد الشريط الساحلي بدعم وإسناد جوي وبري وبحري من قوات التحالف العربي. وفي الختام، هذا تذكير بالعناوين.
مهم انه نلاقي قانون انتخابات جديد. الحريري يؤكد على أهمية الوصول إلى قانون جديد للانتخاب، وعون يقول ما نطرحه بشأن قانون الانتخاب لا يخرج عن الطائف. الهدف واضح، اتهام رئيس مجلس الوزراء بين مزدوجين السني بالتخلي عن صلاحيات. بالوثائق والمستندات، حمود يفند مزاعم الحملة ضد الرئيس الحريري بالتخلي عن صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء. الجيش الحر يسيطر على مواقع جديدة في مدينة الباب، والمعارضة تشكل وفداً موحداً إلى مفاوضات جنيف 4. ختام النشرة، شكراً لكم وإلى اللقاء. خلوا الماء المودة والصداقة.